صباح الخير، احنا في حلقة جديدة النهاردة من Crazy Woman، وقررت اني انزل انصب على الناس. هنحاول ننصب بس بطريقة ما تبانش انها نصبايا، وان شاء الله بإذن الله ما يحسوش بيها. خلينا نشوف. ايوه، صباح الخير. صباح الخير استاذ اسلام، مش كده؟ بالظبط كده. رايح فين؟ لا انا رايح التجمع. التجمع بعيد قوي، ليه؟ شغلك فين؟ ما هو شغلي في التجمع هناك برضه في نفس المنطقه. بس بعيد على حضرتك جدا يعني. ما عادي، ما واخد كل يوم كده من هنا لهناك، ده صعب. شفت الفرادة بس انا واخد عليها يعني عادي. بس انت لغتك مش من هنا، مش قاهري يعني. لا لا لا، انا مش من هنا. منين بقى؟ يعني من كفر الشيخ. احسن ناس. بس عايش هنا بقالي فترة يعني. حضرتك خريج ايه بقى؟ أنا خريج زراعة. مهندس زراعي يعني. بالظبط. ايه اهتمامات حضرتك بقى في الحياة؟ والله حضرتك أنا مهتم بكذا حاجة، وما أي نعمة بيجوش بس مهتم بيهم على ما ربنا يفرجها. فاهماني؟ حضرتك سايبها كده يعني. طبعًا، هي لو ما سبتهاش هي مش هتسيبني في حالي. فلازم أسيبها، فاهماني؟ فهمت. يعني أنت بس كل قلقك من الدنيا دي؟ طبعًا، بس عادي القلق فترة بتروح معايا، ويعني فاهمة؟ أنا عكسك تمامًا. انا احب جدا اساعد الناس. انتي جدا يعني، انا لو اخر حاجه في حياتي هعملها ان انا اساعد الشخص اللي قدامي ده، اعملها. باين اساعده عليك. باين عليك، عشان كده هتودينا متاخر النهارده. اقول بايدي، ما بص في الطريق مش ماشي اصلا، في عربيه قدامنا ما بتتحركش جامد. انت مش راضي، انت ماسكه على الاولان، انت في ايه؟ مش عارف والله. لا ما فيش التاني اوتوماتيك، ما فيهاش اولاني. انت استمتعت على كده من صغرك ولا ايه؟ لا لا بالراحه يا استاذ، حاجه داخل فيا جامد والله. عايز اخلص عشان الشغل، عشان اكل العيش. بس تقولي مش عارف ايه؟ عارف، لولا اكل العيش الواحد ما كانش قابل اشكال حضرتك والله العظيم. برضه اشكال حضرتك يعني، قصدي الناس اللي شبه على سن. شكلك حلو اصلا يعني. الحمد لله يعني. الحمد لله يا ابو من. بس الكلب يا خبر الكلب، هتبقى بني ادمين وحيوانات. انا جيت جنبك يا بيه، في ايه؟ حضرتك قرفان ليه؟ انا قرفان ان انا هتاخر. وانا عامل لك حاجه يا استاذ؟ اللي هو طبيعي، انت اصلا يعني انت عادي بالنسبه لك اليوم، انا الدقيقه بتفرق معايا. ما يبقى عادي اليوم، انا اتضايق ليه؟ انت اللي حاضر. حاضر بس. ايه ده؟ شيبو ازيك؟ عامل ايه؟ رايح فين؟ ازيك عامل ايه؟ انا معايا ايه ده؟ معايا شيكو من مصلحة؟ طب اركب اوصلكوا. بجد؟ والله نوصلكوا، انا هتأخر انا كده. ما في طريقنا، في طريقنا. طريق ده قرطم ده، مين ده قرطم ده؟ عارف عارف يورو؟ ميرسي ميرسي يا فطوم. ايه ده المترجم اللي قدامك ده اللي انت مستقل بيه؟ ده الوحيد اللي بيتكلم بسخستاني في مصر. قرطم ده؟ في ايه؟ عامله ايه يا فاطمه؟ ايه الاخبار؟ الحمد لله يا شيخ. انت ميرسي قوي قوي قوي. العفو عليك. هاري بارتور جمارك استبركي دو شربتك ايه جنب الكلام ده ما ترمطه. ها؟ ولا حاجه، بيقول لك الف شكر ان انت وقفتي لينا، لان طبعا ما كنا مش لاقيين عربيات. انا هو في يوم وقفه حالي يا استاذ. ده في طريقنا يا استاذ يعني. وبعدين مصلحه حضرتك اللي هيطلع من مشوارك كان 50 60 جنيه، خليهم لك وانزل اخر الشارع، انما ده راجل هيدفع بالعمله. هيدوك باليورو يعني؟ شورك متا هيت شورك باسانتي. ده بيقول ان انت شبه حبيبته باسانتي، ده بيحبها وكل شويه يغني لها. بجد؟ الله. بس انا ممكن اغني له للصبح بس يعبرني. لا ما تقلقيش، تمام. انت بتشوف المواهب هنا يعني ولا ايه؟ ما تشد يا استاذه شويه. بقول لك ايه؟ عايز اقول لك الراجل ده اصلا جاي هنا في مهمه شبه سريه. ازاي؟ ما بسالش اي حد. مهمه سريه، مهمه يعني مش هينفع اقول لك عليها. بس الراجل ده على فكره يا عم، وفر مهمتك لحالك وانت يا استاذه شد شويه. يا بيه يا بيه، لو مش هتفضل انا عايز اسمع، عشان هنا في جاي مصلحه. لو مش هتسكت عشان اسمع المصلحه انزل هنا. مصلحه انت هتقلي الدنيا معاهم انت يا عم. استنى زي ما انا، المهم في عمله جاي عايز اسمع. يا عم استنى يا عم، انت قال لي اصبر. انت مش عارف مصلحه. مصلحه ايه ده؟ مش عايز مصلحه انت كمان. استنى، انت بتقول هو بيشتم ولا ايه يا عم؟ اسمعني. ايه يا شهاب؟ اقول لك على حاجه قد كده. شايفه ده؟ ده ايه ده؟ كدب لي قد كده. بصي بقت قد ايه؟ ايه ده؟ وريني كده اهو. لا لا فظيع. وانت مش قد كده، معكيش اي حاجه. مخرب بيتك يا شيخ، معكيش اي حاجه كده. ممكن نديها له يعمل لك بيها نوع حاجه. معايا عربيه يقلبها لي نوري. عليك بالك دي عربيتين ريستو كيبه شوز باكات هيك. هيك بالها هي ناي
لا بيقول لك ما ينفعش. بيقول لك عايز حاجه صغيره فيسخستاني يا عم. ايه فيسخ مش من هنا؟ لا يا ده شوف ما تفرش تشيس سوري ما نهي انت فيسخستاني. ادي بقى كبرك يا جدع. ده بقى ده بقى عايز صوت تشيس مال التسعي ان كبرك يا بركه. ده بقى انا مقلق منك انت اقسم بالله. ولا حاجه. بيقول لك الراجل اللي جنبك ده شكله غلبان بس هو دماغه على قده. دماغه على قده. دماغه دي هتخبطك خبطه دلوقتي لو مسكتش. خلي يومك وانت اسكت خالص عشان يومك يعدي. يا عم استنى انت بتقولي في سخستاني في سخستونو. ايه ده ارطم انت دلوقتي؟ اسمع 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 ارطم شهاب بيبي. انت لو تعرف مين الراجل اللي جنبي ده انت مش تعمل التنين. مين شغال في شؤون الطلبه يعني؟ مين الراجل اللي جنبك؟ طب انا هعرفك مين الراجل. انا مش عايز اعرفك. ولا اعرفك. ايه معاكي اي حاجه؟ شكلي مش هعرفك. اه معايا دبلتي. هاتي الدبله دي. بس خلي بالك احسن جوزي يقلب الدنيا. لا اجري ابرك ابرك على الزبده ده هبا. شكرا. شو سبايدا الكوري ماي قول بالاستيم باش شو سبيريتوب. اه بس هيك شرب بقى ايه؟ قاري التنبور. هو بيشرب شوربة زبادي ولا بيه؟ قاري التنبور. يس قاري بكستي. ايه التنبور ده؟ بصي بقى. اه انت الخير جاكي والله العظيم. قول والله. بقول لك ايه افتحي التابلو بعد اذنك. بص رجلك كده. فتحي التاب. ايه ده؟ ايه ده؟ ربيت ابوك. شو اسماعيل يا شو كاريستيرو بجد ده؟ بيقول لك يلا انت تستاهل كل خير. انا جبت لي مشعل ده ده. ايوه ده طبعا. هو الشكاره ده بيعمل الموضوع ده حقيقي؟ تستاهل كل خير يا فاطمه والله. ايوه تستاهل كل خير. لا 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 احنا دلوقتي حبتنا. ما تعرفش الراجل ده. عديتي انت بالموضوع ده. الله اكبر الله اكبر. خمسه خمسه النهارده. خمسه من شهر خمسه. انا جبريل رجعت ايه سامعه فاطمه؟ شفتي أليه. شفتي بتوع فيسخستان قد ايه طيبين؟ قولي لي ايه الدنيا. انا هيفيدني ايه بقى لو انا خليته يساعدك؟ ما بالنص هتنصص معايا؟ احنا مصريين زي بعض. ترجم له ترجم له. قول له قول له قول له. ترجم له ايه ده؟ بيكلمني في الخدمه. بركه بهي. انا كبريش الاسباب بس غير كبريش. ده قال لي بركه. اعمل اني اني اعمل اني. بيقول لك يا عم من عيني دي قبل العين دي. انت معاك مثلا حاجه ب 1000 هتبقى بمليون، حاجه ب 20 هتبقى ب 200 كده. الموضوع سهل خالص. اه معاك كام دلوقتي انت؟ انا معايا 5000. حلوين قوي. يعملوا كام ده؟ نص مليون. نص ارنب هو رزقه ممكن اكتر. صوص بقى. اه تبار يا زيد خبط ده. انت بتودع الشمشيه. انا بس معاك والله والله. بس الدنيا مع بعض. لو هتظبطني هظبطك. ده انا هظبطك لما تقولي بس انت ظبط الدنيا. اه كبرت ست وكبرت. شو سينا نايا شكله هيعدي من فوق. المهم انا هاخدها ايه؟ نقدي ولا فوري ولا ايه؟ نقدي زي ما انا خدتها كده. افتكر افتكر. ايه ده؟ امن امن بس. هات بس كده. انا هستلمهم منك. يلا يا عم. ماشي ماشي. ايه ظبط الدنيا. ماشي اوعى. ولو ان دول 5000 ان شاء الله. انت تقدر يا ارطغرل. مش واثق فيا. بيقول لك اخرس عشان المصلحه بتمشي. اخرس ده لسانه طويل. هاخد المصلحه طويل. بس بس اتفرج. هطلع عين امه. دوش مدان اوس بلاستيك كومبو. ايه بلاستيك. او باسي. بس دلوقتي بشوفها في الفار. اصبر. اولي ديلي شانتيت. شانتيت. ايه الشانتيت ده؟ بيقول لك ان الفلوس ما ينفعش تبقى جوه العربيه عشان عددها، فحطها في شنطه العربيه. نص مليون جنيه شنطه العربيه دلوقتي؟ اكتر من نص مليون. دولي شانتيت. حظك يا ابن الله. حظك يا فقري. طب يلا. دولي شانتيت. 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 ده انت وشك حلو عليا. طب بس عشان الشريط نفسي اخد بوس. طب يلا يا حبيبي فلوس. يلا شانتيت بالنص. لا اكيد. يلا يا شانتيت. يلعن ابو تقوم يلعب 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 يلعب. شانتيت. سلموني على مصر. روحي روحي. شانتيت. ده بي جريت. والله ما افتح الباب. مش عايز في الشانتيت. هناجي هناجي هناجي. استنى 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 استنى. شورك. ها ها. ما تفتحلوش الباب. ما تفتحلوش. شانتيت. يا هايدا. حاول ده يموتنا. يا هايدا. يا عم تح يا مصر. يا عم تحت.
تحيا مصر اهو. بنهزر معاك يا كاميرا خفيفة. يا عم 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 يا عم